بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم جميع إخواني وأخواتي المشتركين معنا في هذا التدريب وهذا البث المباشر للاستعداد لاختبارات التحصيل. اليوم إن شاء الله هنكمل معا ما بدأناه في جزء الجبر. بدأنا في الكتاب في الجزء الأول جزء الجبر، ثم انتقلنا إلى محاضرتين في الهندسة. اليوم إن شاء الله بنكمل معا جزء هذا الجزء المهم جزء الجبر. فإذا تكرمتوا الكتاب معكم على صفحة 19. هنبدأ الآن في الأسئلة المتاحة عندنا. عارفين طبعا إن الشات مفتوح للكتابة والصوت أفتحه عند رفع اليد. الأسئلة الموجودة عندنا الآن هي من تجميعات 2020 و2019 وما قبلها، لأن طبعاً 2021 لسه بعد ما نزلت بتنزل الأسئلة بعد اختبارات الطلاب. الآن يا شباب عندنا موضوع مهم هو الدوال الزوجية والفردية. درسنا اليوم في أكثر من ثلاث مسائل أو أربعة بيأتوا في الاختبار النهائي، فعشان كده ياليت تنتبهوا جدا لدرسنا اليوم، لأن فيه مجموعة كبيرة من المسائل اللي بتتكرر من سنة لأخرى. أول حاجة زي ما انتم عارفين بنبدأ في الجزء النظري. الجزء النظري من هذا الكتاب اللي هو شرح الموضوع اللي بنتكلم فيه اللي هو الدوال الزوجية والفردية. دائما يا شباب بيطلب مني في اختبارات قياس واختبارات التحصيلي الدالة هذه، هل هي دالة زوجية ولا دالة فردية ولا هذه ليست زوجية ولا فردية؟ تمام؟ ما في حاجة اسمها يا شباب دالة زوجية وفردية معا، لا. الدالة إما أن تكون يا زوجية يا تكون فردية يا ليست زوجية ولا فردية. بنقول يا شباب الدالة الزوجية هي الدالة المتمثلة حول محور الواي هكذا. شكل الدالة الزوجية شكل البياني لها زي المنحنى هذا الأزرق بيبقى متماثل حول محور الواي. الدالة الفردية ليست متمثلة حول محور إكس ولكن متمثلة حول نقطة الأصل صفر وصفر. عشان أعرف يا شباب الدالة إذا كانت زوجية ولا فردية بعمل إيه؟ أخذ الدالة وأعوض عن الإكس بسالب إكس وأشوف الجواب. إذا كان الجواب يطلع نفس الدالة الأصلية f of x دون تغيير هذه تسمى دالة زوجية. طب الدالة الفردية إن أنا بعوض عن الدالة في قيمة الـ x بسالب x. لو لقيت الدالة اتغيرت وطلعت سالب الدالة الأصلية مضروبة في سالب يعني فهذه دالة فردية. تمام؟ وقلنا طبعا الدالة اللي ليست زوجية ولا فردية هي الدالة بتكون ملخبطة، بتكون شوية موجب وتكون شوية سالب. تمام؟ دي الدالة اللي احنا خدناها في الحصص الماضية، الدالة الزوجية والدالة الفردية، واخدنا عليها تطبيقات في الحصص الماضية. نيجي مع بعض كده لهذا الموضوع المهم الثاني اللي هو النهايات والاتصال. النهايات والاتصال برضو سؤال يأتي في الاختبار، بيجي هنا يقول لي يا شباب يدينا هنا دالة ويقول لي الدالة هالي هل هي متصلة ولا غير متصلة وكمان نوع عدم الاتصال. فعشان كده تعال أول نعرف الاتصال. بيقول يا شباب تكون الدالة متصلة إذا لم يكن في تمثيلها البياني أي انقطاع أو قفزة. يعني لو كان منحنى الدالة كده يا صالح من البداية للنهاية ما فيش أي قفزات زي هذا المنحنى للدالة، هذه بسميها دالة متصلة. طب لو كانت فيها فجوة يبقى هذه بسميها دالة غير متصلة فيها انقطاع. فعشان يا شباب نعرف ان الدالة متصلة ولا غير متصلة بدون ما يكون عندي منحنى للدالة اعمل ايه؟ قال بجيب النهاية. نخلي بالنا ايجاد نهاية الدالة. بيقول تكون الدالة f of x متصلة عند نقطة x تساوي c اذا تحققت الشروط التالية. بجيب النهاية اليمنى واجيب النهاية اليسرى ولازم يكونوا جد بعض. إذا كانت النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى بتساوي قيمة ولتكن L، وكمان قيمة الدالة عند الـ F of C بتساوي نفس الـ L، فالدالة بتكون متصلة.
طبعا ده جزء النظري، بعد كده هنطبق الآن. في عندنا أنواع عدم الاتصال، هذا سؤال جاء في التجميعات، بيقول يعطيني رسمة كده ويقول لي نوع الاتصال. أول حاجة يا شباب زي ما أنتم شايفين كده، ده بيسموه عدم اتصال لا نهائي، لما يكون التمثيل البياني بهذا الشكل، هنا جزء من منحنى الدالة وده الجزء الثاني، زي ما أنتم شايفين لا يمكن أبدا أن يلتقي المنحنيان هكذا، هذا عدم اتصال لا نهائي. وعدم الاتصال لا نهائي بيكون غير قابل للإزالة. النوع الثاني عدم اتصال قفزي، هذا منحنى الدالة وده الثاني، زي ما انتم شايفين في مسافة كبيرة بينهم، هذا بيسمى عدم اتصال قفزي وهذا برضو غير قابل للإزالة. وفي هنا عدم اتصال نقطي، نقطي يعني الدالة هنا يا شباب زي ما انتم شايفين الخط كده فيه فجوة قفزة نقطة، النقطة هذه اللي هي الدالة منقطعة عندها قابل للإزالة، هذا النوع الوحيد اللي هو عدم الاتصال النقطي. عدم الاتصال النقطي يا شباب زي ما يكون مثلا معاك اتصال من جوال، فالآن أنت في الجوال وبترد على المكالمة وفجأة هنا انقطع الاتصال ثم كملت المكالمة مرة ثانية، هذا بنسميه عدم اتصال نقطي وهذا الوحيد القابل للإزالة. فأنا بجيب النهاية حق الدالة وبشوف النهاية اليمنى واليسرى وقيمة الدالة. تعال نطبقه مع بعض يلا كده، سؤال وجواب. اللي يرفع طبعا يده الأول هو اللي هيكون له الحق في الإجابة. السؤال الأول بيتكلم هنا على، قول يا حمزة. أفتح هنا المايك لحمزة، اتفضل يا حمزة. اقرأ السؤال الأول وجاوب لو سمحت. ما نوع نقطة عدم الاتصال للدالة الممثلة في الشكل المجاور عند X تساوي 1.5؟ طبعا هذا يا حمزة من تجميعات 2019. واحد يقول طب 2019 ليش ما تجيب لنا يا أستاذ 2021؟ أصلا لسه ما في 21 صح كده؟ ما في لسه 2021 و2020 ما جاء هذا السؤال في الاختبار، لكن جاء قبل كده في 19 فمتوقع يا حمزة. قول لي يا حمزة هنا بيقول لي ما نوع نقطة عدم الاتصال للدالة؟ طبعا هنا دالة غير متصلة لأن في فجوة هنا قفز هنا كده، قول لي يا بطل. دالي يا أستاذ لأن نقطي. هذا عدم اتصال نقطي، يعني الدالة متقطعة أو غير متصلة عند هذه النقطة عند X تساوي 1.5، فهو هنا يكون قابل للإزالة، هذا هو النوع الوحيد. أشكرك. قول لي يا صالح السؤال الثاني. صالح ارفع لي يدك عشان افتح لك المايك، قول يا صالح. طيب اللي فتح له المايك هذا يتكلم. طبعا يا شباب انا هفتح المايك للي طالب بس، محمد عبد العزيز. الدالة هذه عدم اتصال لا نهائي. بيقول الدالة التي تمثل عدم اتصال لا نهائي، وين الدالة اللي لها عدم اتصال لا نهائي؟ جيم. جيم، بطل، أشكرك. طبعا هذا السؤال يا شباب أهم سؤال في درسنا اليوم. هذا السؤال أهم سؤال، اللي هو إعادة تعريف الدالة حتى تصبح متصلة. بيقول عند إعادة تعريف الدالة، هذه الدالة لتصبح دالة متصلة عند X تساوي 4، فإن قيمة A التي يجب أن تكون في الشكل هي. أتمنى يكون جنبكم دفتر وبتحلوا معي عشان تطلعوا الإجابة. السؤال رقم 3، بيقول هنا قيمة الـ A مطلوبة للسؤال. أساعدكم شوية. طبعا يا شباب انا عشان اجيب قيمه الاي لازم تكون هنا النهايه، قيمه النهايه نفس القيمه اي، يعني كل اللي عليك تجيب النهايه. اذكركم كده الان بايجاد النهايه، كله معايا كده على الشاشه، اللي عندي على الشاشه الان يا حمزه شاشه بيضاء صح؟ اول حاجه يا حمزه لو انا قلت لك الان عايز اجيب الام، هذه ليميت يعني النهايه، عايز اجيب ليميت للداله اللي هي اكس تربيع ناقص 16
على إكس ناقص 4. هذا كله لما يكون الإكس تقول أو تقترب من الأربعة. مين شاطر يا شباب يجيب معايا هذه النهاية؟ طبعا درستوها في ثالث ثانوي وفي ثاني ثانوي. مين يجيب معايا هذه النهاية؟ ليميت إكس تربيع ناقص 16 على إكس ناقص 4. أنا بجيب قيمة النهاية. طيب أقول لكم أنا كده بطريقة سهلة كيف أجيب النهاية. أعمل إيه؟ أول خطوة أعوض. دائما يا شباب لما نجيب النهايات لأن درس مهم جدا أعوض. هنا 4 تربيع 16 ناقص 16 يديك صفر، وهنا 4 ناقص 4 يدينا صفر، كده الدالة هنا إيه؟ هنا أعمل إيه يا شباب؟ أما تكون صفر على صفر كده بتكون إيه؟ غير معرفة. أعمل إيه؟ أروح أعمل عملية تحليل. أقول ليميت لما الإكس تقول إلى 4 أحلل فوق، فوق فرق بين مربعين يعني إكس ناقص 4 في إكس زائد 4. عملت أنا إيه؟ حللت فرق بين مربعين وهنا إكس ناقص 4. ثم أعمل عملية تبسيط، بسط هذه مع هذه. ثم نعوض عن الإكس بأربعة. 4 زائد 4 يعطينا كام؟ يعطينا 8. أرجع للسؤال، يبقى أنا لما جبت النهاية طلعت قيمة النهاية اللي عندي تساوي 4، تساوي 8. لما جبت النهاية طلعت بتساوي 8. يبقى لازم يا شباب حتى تكون الدالة هذه متصلة إن تكون قيمة الإيه؟ تساوي 8 باء الجواب الصحيح. مين يسألني في هذا السؤال قبل ما أمشي؟ لأن هذا سؤال قوي. نورة والشباب الموجودين معانا، اللي يبي يسأل اتفضل قبل ما أروح للسؤال الثاني. سارة أو اكتبوا لي على الشات، إذا أحد ما عايز يتكلم يكتب على الشات. تمام، إذا كانت الأمور زينة ما حد كتب ولا حد سأل يبقى نروح على السؤال اللي بعد. طبعا عشان يحل السؤال رقم 3 يا شباب بطريقة سهلة جبت النهاية. عوضت بالقيمة طلعت صفر على صفر، عملت تحليل فرق بين مربعين طلعت قيمة النهاية 4، يبقى لازم تكون قيمة النهاية 8، لازم قيمة الايه تكون ب8 حتى تكون الدالة عملت لها إعادة تعريف حتى تكون متصلة. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول لي يا شباب إذا كانت f of x، وطبعا احنا خدنا سؤال مشابه، فاكرين هذا السؤال؟ دالة متعددة التعريف طالب مني f of 5. هذه الدالة متعددة التعريف، أنا عايز x تساوي 5. أخدنا هذا السؤال، قول لي يا صالح، قولي لي يا نور، قولي أعلي صوتك اللي أقول له يعلي صوته، اتفضل. أنا صالح. قول يا صالح، أنا عايز أعوض يلا عن الـ X بتساوي 5، فين أعوض؟ بنعوض أظن عن الـ F. أيوه. تساوي 5، ننزلها. أيوه. إشارة سالب. ننزلها بإشارة سالب. تمام. أنت تعوض فين؟ فوق ولا تحت ولا في الوسط؟ نعوض، شلون؟ نعوض تحت. ليش تعوض تحت؟ نعوضها تحت لان وشلون ليش شلون السؤال هذا؟ اكيد بنعوضها تحت، يعني ليش نعوضها فوق؟ اللي هي هنا يعني صح؟ ايه غلط يا بطل، ما هي محتاجه فلسفه هذه، الله يهديك. هذه بنسميها داله متعدده التعريف، انا بعوضها في منطقه تعريفها. هنا اكس يا صالح من الصفر ل 15، وهنا يا صالح من ال 15 ل 24، وهنا من ال 24 ل 40، كيف اعوضها تحت يا صالح؟ ما تصلح. مو بغصب هي. صح؟ لازم اعوضها في منطقة تعريفها. فين منطقة التعريف؟ مين يقول لي تاني يا شباب؟ قول لي يا عبد العزيز. عبد العزيز. أول واحد بس أتوقع. إيش؟ أول واحد اللي هو صفر أصغر من. أكيد. أكيد هعوضها في أول واحدة. ليش يا بطل؟ لأن هذه اللي من صفر لين 15، هذه المنطقة اللي الدالة فيها بتكون من الخمسة فيها. من الصفر ل 15 يا صالح يعني الأعداد من الصفر ل 15، يبقى عوضها هنا.
هنا بس يا ولد، يعني اجيب اف 5 معناها اضرب 4 في 5 يطلع الجواب 20 واختار ب. لو عوضت في منطقه ثانيه ما تضبط. خلاص. طبعا 5 و6 و7 مشابهين جدا لما حلناه سابقا، فعشان كده هناخد 6 5 و6 و7 واجب. دايما تشوفوا المحاضره المسجله عشان تعرفوا الواجبات وتعرفوا الاسئله اللي فيها. هناخد الموضوع الثاني المهم جدا جدا اللي هي الدوال المتزايده، وزي ما انا قلت درسنا اليوم او الليله في اكثر من 4 اسئله في الاختبار، منهم هذا السؤال المهم: الداله متزايده فين، متناقصه فين، والقيم القصوى للداله. بطريقه سهله كده عشان نبدا في الشرح، بيقول يا شباب الداله تكون متزايده، تعال ناخد بس التمثيل هذا البياني هذا الجميل هذا يعجبكم. هذا يا شباب شايفين التمثيل هذا، انا عشان تكون اعرف الداله متزايده ولا لا ببدا من اليسار، امشي مع المنحنى الداله، لو كانت كده فالداله متزايده، طب لو كانت كده فالداله ايه يا شباب اللي فاتح المايك كلمني، كده الداله ايه؟ كلموني يا اولاد، كده الداله ايه؟ ثابته. طب منحنى الداله لو جه كده من تحت لفوق كده او من فوق لتحت، هذه داله متناقصه. وبعد كده بنزل على محور اكس عشان اشوف الفتره اللي فيها الداله متزايده او فيها الداله متناقصه. عندنا كمان حاجه مهمه جدا في معرفه الداله متزايده ولا متناقصه، هذه هنقولها ان شاء الله في المسائل، ان انا اعوض عن قيمه صغيره وقيمه كبيره. يعني اعوض يا شباب بقيمه اكس واحد اقل من اكس اثنين. لو طلعت الداله اف اوف اكس واحد اقل من اف اوف اكس اثنين يبقى الداله متزايده. لكن لو حصل العكس، يعني عوضت بقيمه صغيره طلعت الداله كبيره، وبقيمه كبيره طلعت الداله صغيره، يبقى هنا الداله متناقصه اللي هي الاخيره دي. طبعا لو طلعوا قد بعض يبقى الداله ثابته. اقول مره ثانيه، الداله المتزايده اعوض بقيمه صغيره، مثلا a او x بتساوي واحد او a او x بتساوي اثنين، لو وجدت عندي f of a طلعت كبيره، تمام، f of a طلعت مثلا هنا a واحد و a اثنين، لو عوضت ب a واحد وطلع الجواب مثلا خمسه و f of a اثنين طلع الجواب بثلاثه، هنا حصل العكس، اذا انعكست يبقى الداله متناقصه، اذا طلعت نفس الكبر يبقى الداله متزايده، طب اذا طلعوا يساووا بعض يبقى الداله ثابته. هتيجي ان شاء الله في خلال المسائل اللي جايه الان. اهم حاجه عندي يا شباب القيم القصوى، بيقول النقاط التي تتغير فيها الداله، يتغير فيها سلوك الداله، تناقص او تزايد، مكونا قمه او قاع، هذه تسمى نقطه حرجه، يبقى النقطه الحرجه اللي هي بيتغير عندها سلوك الداله. طيب هذه النقطه في اعلى شيء، هذه بنسميها عظمى. طيب وهذه اقل شيء، هذه بنسميها صغرى. طب لو في اتنين صغرى يبقى في واحده اسمها صغرى محليه وصغرى مطلقه. هذه تسمى يا شباب صغرى محليه وهذه صغرى مطلقه. شايفين كيف؟ برضو كمان هذه تسمى عظمى محليه وهذه عظمى، اتنين عظمى، هذه العظمى المحليه وهذه العظمى المطلقه. تعال نطبق مع بعض في الأسئلة سؤال وجواب، عشان دائما الشرح النظري بيضيع شوي. اقرأ السؤال الأول وارجع لنا في الإجابة. هسيب لكم ثواني تفكروا في السؤال الأول والثاني. اخواننا الاعزاء، مع قرب طبعا الاختبارات التحصيليه بنزود شويه عدد الحصص. الان احنا عندنا موعد السبت وموعد الربوع، ان شاء الله بتزيد الحصص لما بيقترب شويه الاختبار، لكن احنا كده ماشيين بنفس هذا المعدل، بناخد 3 مهارات في المحاضره الواحده، وده شيء جميل وطيب. 3 مهارات سواء في الجبر سواء في الهندسه
بعد كده هناخد على الإحصاء، وبعد كده هناخد باقي الموضوعات، حساب المثلثات معنا، والنهايات والاتصال معنا، تفاضل والتكامل معنا، كل شيء. السؤال الأول، مين يرفع يده اللي جابت السؤال الأول؟ بيقول الدالة الممثلة بيانيا، هذا السؤال يا شباب من التجميعات 2020. هذه الدالة متزايدة في أي فترة؟ هذه الدالة متزايدة في أي فترة؟ ما شاء الله البنات اللي بيكتبوا على الشات، نورة وعبد العزيز أشكركم. اللي عايز يجاوب صوت يرفع لي يده وأنا أفتح له المايك. قول يا عبد العزيز. أستاذ ألف، لأنها آخر مكان بادية من المحور ثلاثة. ممتاز. طبعا من عبد العزيز بيقول لكم يا شباب عشان تعرفوا الدالة متزايدة لازم يكون المنحنى راجي. واحد يقول لي يا أستاذ هو راجي من هنا، هل هو راجي من هنا يا عبد العزيز؟ لا متراجع يا أستاذ. متراجع يا ولد. لأن ممتاز، لأن ببدأ من اليسار يا شباب في الإنجليزي، ببدأ من اليسار لليمين كده، يعني كده أنا نازل وكده أنا ثابت وكده أنا نازل، لكن كده أنا صاعد. أشكرك. يبقى من أول فين؟ من أول ثلاثة وماشي إلى ما لا نهاية. ألف. شكرا يا عبد العزيز. السؤال الثاني، في الشكل المجاور الدالة هذه متناقصة في الفترة إيش؟ برضو أبدأ من اليسار. ما شاء الله عليكم. طبعا عبد العزيز ومحمد عبد العزيز الاثنين رافعين يدهم. قول لي يا صالح. هلا هلا نساء. يلا صلح بقى إجابتك أنت المرة اللي فاتت. قول اثنين في الشكل المجاور الدالة فيكس متناقضة في الفترة. متناقصة. متناقصة في الفترة. من. متناقصة يعني المنحنى نازل من أعلى إلى أسفل. تعرفين يا شباب لما لاقي الأسهم كده الناس تفرح. الأسهم كده يعني معناها راجية. الأسهم كده يعني ثبات. الأسهم كده يعني طيحة. طيب من ال من واحد. من الواي الألف أتوقع من صفر. أيوة صح تمام. الناحية المرتفعة هذه من صفر. طبعا كده يا شباب هذا صاعد، المنحنى صاعد كده، صاعد يا صالح، وكده ثبات يا صالح، وكده نازل يا صالح. هو عايز المتناقصة. يبقى أنزل على محور X، أنزل عمود على محور X يجي عند الصفر صح إلى ما لا نهاية. صفر وما لا نهاية واختار ألف. أشكرك. طبعا هنا مجموعة من الأسئلة مشابهة، فخلينا ناخد المش مشابهات. تمام. طيب قبل ما أروح كده خليني السؤال رقم 4 بيقول من الشكل المجاور القيم العظمى المحلية للدالة. العظمى المحلية للدالة. سؤال 4، العظمى المحلية. طبعا احنا قلنا العظمى المحلية يا شباب غير العظمى القصوى. ما شاء الله الشات عندي 10 رسائل على الشات. ريما ما شاء الله عليك. ليش يا شباب متأخرين اليوم يا شباب علينا؟ ويوم الجمعة ويوم السبت برضو تأخرتوا علينا ليش؟ طيب اللي جاهز يتكلم ممكن يرفع يده وأنا أفتح له المايك، أو اكتبه على الشات. تمام أشكركم. طبعا فعلا الإجابة الغالبية الشباب رايح على دال. فعلا دال الجواب الصحيح. دال الجواب الصحيح. عندي كام؟ عندي محمد عبد العزيز دال، وشمس دال، وغادية دال ما شاء الله، ونورة دال، وريما دال. تمام كده واضح ان الاجابات كلها صحيحة. هذه يا شباب القيمة العظمى المحلية هنا عند سالب واحد
قيمه اللي قيمه هنا عندي اللي هي 2، 2 عند سالب 1. اشكركم. طيب هنا طبعا كان بيتكلم على الشرح للمسائل بهذا الشرح. طيب هذا الموضوع مهم جدا، عشان احنا زي ما انا وعدناكم ان اليوم عندنا 4 مسائل في الاختبار النهائي. طبعا في اي اختبار يا شباب في جميع السنوات لازم يجي هذا الدرس، وركزوا عشان سؤال قوي وفيه حسابات كثيرة، بيسمى متوسط معدل التغير. متوسط معدل التغير يعني ايه؟ متوسط معدل التغير يا شباب، تعال ناخد الجزء النظري وبعد كده ناخد الشرح. بيقول هنا متوسط معدل التغير هو متوسط معدل التغير بين اي نقطتين على منحنى الداله، هو ميل المستقيم المار بين هاتين النقطتين. بالعربي كده كلمة واحدة عشان بس نوفر عليكم كل هذا الشرح النظري، لما يقول أوجد متوسط معدل التغير بعمل 3 خطوات. الخطوة الأولى، اسمعوني يا شباب، 3 خطوات. الخطوة الأولى أطرح، هو بيقول يا شباب أوجد متوسط معدل التغير في فترة معينة، مثلا الفترة من 1 إلى 5، دي بسميها إكس واحد ودي أسميها إكس اتنين. يبقى أول خطوة أطرح إكس اتنين من إكس واحد. الخطوة الثانية أعوض عن إف إكس اتنين، وأعوض عن إف إكس واحد. الخطوة الثالثة أقسم، أقسم اتنين على واحد. يعني إيش؟ يعني اف اكس 2 ناقص اف اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. يا استاذ كل ده هنعمله في المساله؟ كل ده نعمله في مساله؟ اه معلش، خطوه مهمه لكن مع التدريب هتبقى سهله. اعاده تاني. بيقول لي يا شباب الداله اف اوف اكس مثلا بتساوي 2 اكس تربيع ناقص 1. اوجد متوسط معدل التغير عندما تتغير الدالة من 1 إلى 3. سؤال بسيط كده قبل ما أخش في التطبيقات، أقول مع بعض. أول خطوة أعمل إيه يا شباب؟ أسمي دي إكس واحد وأسمي دي إكس اتنين، وأطرح إكس اتنين من إكس واحد. اتنين من واحد يعني النهاية من البداية، يعني 3 ناقص 1 يساوي 2. الحمد لله، خطوة جميلة. الخطوة الثانية أعوض عن F بـ3 وأعوض عن F بـ1. F بـ3 أعوضها هنا، 3 تربيع يعني 9، 9 × 2 = 18، ناقص 1 يديك 17. ثم نعوض بـ1، 1 تربيع بـ1، 1 × 2 = 2، يبقى 2 ناقص 1 يساوي 1. الخطوة الأخيرة يا دكتور صالح، أحفظ القانون اللي هو بيقول F X 2 ناقص F X 1 على X 2 ناقص X 1. طبعا كل حاجة عندي، الاثنين ب17 والواحد هذه بواحد، وهنا طرحهم طلع 2 يطلع 16 على 2 يطلع الجواب 8. سهل ولا صعب يا شباب؟ نطبق مع بعض، نطبق مع بعض. السؤال الأول على الشاشة الآن. طبعا السؤال الأول سهل خفيف، أكيد طبعا هتجربوا في الورق والقلم اللي عندكم. أقول خلص الوقت، اللي جاهز يرفع يد. ما شاء الله، شمس يقول كاتب سهل، يا رب دايما سهل.
احنا عايزين طبعا الاسئله كلها سهله. متوسط معدل التغير لازم مساله. واحد يقول الدرس صعب يا حاج متوسط، لا حتى لو صعب لازم تتعلمه. احنا خدنا الان دي رابع مساله مهمه في الاختبار النهائي، تجميعات التحصيلي. اي احد يفتح اي تجميعات تحصيلي من اول ما بدا التحصيلي لازم هذا الدرس موجود عندنا. ريما اتفضلي، انا مشكوره يا ريما ان انت متحمسه انك تشاركي مع اخوانك، اتفضلي. بتكون سالب واحد تكعيب، حتعطيني سالب واحد. لا انت عايزه تعملي ايه بس، معلش خطوه خطوه معانا كده واحده واحده. انت تعملي ايه يا ريما اول شيء؟ عوض بالاف اوف اكس. انت هتعوض، مش احنا قلنا اول حاجه اطرحيهم الاول عشان تبقى سهله؟ اوكي صح، برضو على فكره انت برضو صح، بس خلينا ايه نمشي واحده واحده كده. هذه اكس 2 وهذه اكس 1، يبقى انا اقول كده اكس 2 ناقص اكس 1 اللي هي ملين يا ريم. 2 ناقص سالب 1 حتعطيني 3. 2 ناقص سالب او سالب سالب يدينا موجب يدينا 3. اشكرك. الخطوه الثانيه تعوضي عن اف ب 2 صح؟ ايوه يلا. تعطيني 8. اشكرك. ثم نعوض عن F بسالب واحد. سالب واحد. يدينا سالب واحد لأن الأس فردي. دايما أحب أقول يا ريما إن الشباب يحفظوا القانون، فعشان كده بكتبه كثير. متوسط معدل التغير هو F 2 تمام اللي هي إكس 2 ناقص، قولي يا ريما معايا. أف أوف إكس الواحد على اكس 2 ناقص الاكس 1. بس كده اول ما حفظت القانون كل شيء سهل. يلا يا دكتور. 8 زائد 1 يبقى هنا 8 ناقص ناقص يعني زائد 1 على الاثنين زائد 1، دي طبعا جبناها قبل كده اللي هي هذه اللي هي 3. يطلع فوق 9 على 9 على 3 هتعطيني 3. اشكرك، حل جميل وسهل وانت طريقة سهلة. أشكرك. طبعا ده سؤال مهم يا شباب، لما أقول سؤال مهم اعرفوا أنه هو موضع تكرار في كل سنة كل سنة. أشكرك، شكرا يا دكتور. طيب مين اللي صعب يا شباب، اثنين ولا ثلاثة عشان أحله معكم؟ أحل اثنين ولا ثلاثة عشان متشابهين؟ اثنين. أحل اثنين، أنا عارف بتخافوا من الجذر صح؟ ايه والله اثنين اسهل من ثلاثة تخيل. يلا هنحل اثنين عشانكم وبعد كده انتوا تفكروا في ثلاثة. خلينا اجيب لون كده مختلف، تمام ازرق ازرق. بيقول يا شباب في السؤال الثاني اوجد متوسط معدل التغير لهذه الدالة. كل اللي عليا امشي بالخطوات اللي احنا اتفقنا عليها. ايه هي الخطوة الاولى؟ انقص العددين خلاص، هذه النهاية من البداية، يبقى واحد ناقص ناقص تمانية يعني زائد تمانية يساوي كام؟ تسعة. تسعة. أشكرك. يبقى أنا جبت يا شباب إكس اتنين ناقص إكس واحد، الحمد لله خلاها عندنا. الخطوة الثانية، طب إيه رأيكم أنجلها كده في الشاشة البيضاء هذه؟ خلينا أنجلها كده عندنا. يبقى أنا أول حاجة يا شباب الفترة اللي عندي، الفترة اللي عندي كانت سالب ثمانية وواحد تمام. طيب الدالة كانت إيش؟ خلينا نكتب الدالة. كان بيقول هنا F of X بتساوي الجذر التربيعي لـ X زائد ثمانية، هذا هو السؤال. بس أول حاجة زي ما أنا عملناها كده مع إخوانكم قلنا إكس 2 هذه إكس 1 طبعًا وهذه إكس 2. إكس 2 ناقص إكس 1 يعني 1 ناقص ناقص 8 يساوي 9. الخطوة الثانية عوض، أجيب إف إكس 2. إكس 2 اللي هي بواحد يا شباب، أحطها تحت الجذر صارت 1 زائد 8 يعني جذر 9. بالله صعبة ولا سهلة؟ سهلة. سهلة، أنا قاعد أحل والله أرقام سهلة مرة. طيب تعال نجيب F X 1 برضو نفس الكلام، أعوض
بسالب 8. سالب 8 وسالب 8 يعطينا كام؟ قولوا لي يا اولاد. سالب 8 وموجب 8 صفر يا سام. جذر صفر بصفر. خلاص كل حاجة عندي. يبقى قانوني اف اكس 2 ناقص اف اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. ابدأ الآن في التعويض بالأرقام. اكس 2 3 ناقص صفر على كام؟ على 9. على 9 تطلع 3 على 9، أقسم على 3 يطلع 1 على 3، يطلع الجواب ثلث. انتوا كنت لو انتوا قلتوا لي حلوا السؤال الثاني كان الثاني فيه شغل زياده، لكن ده شغل سهل، عشان كده يا ليت انك تجربوا معايا 3 و4. طبعا الواجبات لكم انتم يا شباب، الواجبات مهمه جدا عشان تطبقوا على الحل. طيب واحد يقول طب لو انا ما عرفتش احل السؤال رقم 3 ولا 4، الحلول هنا ايه يا شباب؟ 3 محلول 4 محلول. زي ما انا قلت لكم في الجروب حق الشات ان افضل كتاب لتجميعات التحصيلي رياضيات، لان شامل كل المسائل كل المسائل. طيب عندنا موضوع مهم جدا كمان، عشان يبقى اليوم احنا خدنا 5 مسائل وليس 4 في الاختبار. في عندنا حاجة يا شباب اسمها الدالة العكسية. الدالة العكسية تقريبا انتوا في الجروب ارسلتوا قلتوا لي احنا عايزين نفهم الدالة العكسية تقريبا، يا على جروب القدرات يا على جروب التحصيل، جات وقتها الحين اهو. الدالة العكسية، هل الدالة العكسية سؤال ياتي في الاختبار؟ حد بيذاكر تجميعات يا شباب سمع الدالة العكسية؟ أكيد اللي بيذاكر تجميعات عارف إن الدالة العكسية من الأسئلة اللي بتيجي في الاختبار. بيقول إيه يا شباب؟ لو الدالة العادية F of X، لو الدالة العادية F of X، لو كنت أنا بادئ يا شباب من الـ X رايح إلى الدالة اللي F of X، يعني من المجال إلى المدى، هذه الدالة الأصلية. لو عكست يبقى هذه الدالة اللي بنسميها الدالة العكسية. طيب الدالة العكسية لها خطوات ممكن تتعلموها معايا، ها طرق أو خطوات، خلينا نسميها خطوات أفضل، خطوات إيجاد الدالة العكسية. طبعا إخواننا الأعزاء هذه المحاضرة إن شاء الله هتكون مسجلة وتشوفوها على اليوتيوب وتشوفوا مقاطع أنا مسويها من السنوات الماضية لهذه الدروس. يعني لو أنت عايز تتقوى شوية في معدل التغير ارجع للقناة، ولو عايز قوانين زيادة وخطوات زيادة للدالة العكسية كمان. عشان أجيب الدالة العكسية بعمل إيه؟ هي الدالة يا شباب اسمها F of X بتساوي كذا. أول خطوة عشان أجيب الدالة العكسية أشيل F of X وأخليها Y. ماشي يا صالح؟ أول خطوة رقم واحد أشيل F of X وأخليها Y. الخطوة الثانية بدل ما هي المسألة Y تساوي أنا أبيها X تساوي. كيف يعني؟ أغير المعادلة، يعني أودي الواحد الجهة الثانية أقسم على الاثنين. أول ما أجيبها يا شباب X تساوي على طول أعمل الخطوة الأخيرة اللي هو اشيل الاكس دي واخليها اف ماينس 1 اوف اكس. دي الداله العكسيه، دي الداله العكسيه. يظهر هنا عندي الداله العكسيه بعد ما اغير اي واي الى اكس. واحد يقول استاذ احنا اتلخبطنا في الداله العكسيه، ممكن تدينا مثال نطبق فيه؟ تعالوا الان على التطبيقات. السؤال رقم 5، السؤال رقم 5، أنا هحل 5 وأنتوا تساعدوني بعد كده في الحل. يلا. بيقول أوجد الدالة العكسية للدالة اللي هي جذر التربيعي لإكس ناقص 4. أنا هكتبها عندي هنا الدالة العكسية. بيقول F of X بتساوي الجذر التربيعي
ل x ناقص 4. مين بطل يحل معايا بس بعض الخطوات وانا اكمل؟ يعني ساعدني بس خطوة او خطوتين. تفضل يا بطل رفع يده. اول شيء بنستبدل f of x ب f of x اس سالب 1 وال لا لا طب لا لحظة معايا لحظة معايا اكتب معاك ممكن اكتب. شمس بتقول لكم شيلوا f of x خلاها y تمام، خليها كده يبقى واي بيساوي نفس المسألة. شمس قولي الخطوة دي مرة ثانية لو سمحت. شمس الخطوة الأولى قوليها لي مرة ثانية إذا سمحت. المايك حقها سكر. أول شيء بنستبدل الـ f of x بـ y بس. وبعدين كفاية كفاية دي الخطوة الأولى صح؟ دي الخطوة الأولى. إيه طيب يلا الخطوة الثانية. الخطوة الثانية نستبدل الـ x في المعادلة بـ y. بس ما اقدرش استبدلها ماشي، هو في طريقة ان استبدل الـ x في المعادلة في y، وفي طريقة ثانية ان انا اعمل ايه؟ ان انا بدل ما هي y تساوي x تساوي. طيب انت تحلها بتحل بأي طريقة انت عندك؟ تحبي بأي طريقة؟ x تساوي. طيب x تساوي يبقى انا هعمل هنا اعمل عملية تربيع. هعمل عملية تربيع. يبقى y تربيع هتساوي x ناقص 4. ناقص 4. تمام كده ممتازة. الخطوة الثالثة ودي السالب 4 دي فين؟ يم الواي بتصير واي موجب 4. يبقى واي تربيع لا تنسي ان واي تربيع. واي تربيع موجب 4 كل ده يساوي ايش؟ اكس. لحد هنا انا استبدلها. ايوه استبدلها. هنا بقى الاستبدال هنا. يعني اشيل الاكس واخليها اف ماينس 1 اوف اكس يعني الدالة العكسية. وبدل ما هي واي اخليها اكس. تبقى هنا x تربيع زائد 4. طبعا في واحد هيقول انا ما فهمت شيء. إعادة. اشكرك يا شمس جدا على هذا الحل الممتاز والحل الذكي. إعادة للسؤال مرة ثانية. إعادة. طبعا زي ما انتم عارفين في الإعادة إفادة صح؟ والتكرار يعلم الشطار. ولا غير كده فيه؟ احنا ما عندنا الا التكرار يعلم الشطار. مين يساعدني يا شباب غير شمس؟ قول يا عبد العزيز. أول شيء نستبدل الـ f of x بـ y. عبد العزيز هو الدرس ده مهم اللي أنا بقول عليه الدالة العكسية ده مهم ولا نسحب عليه وخلاص؟ لا مهم أستاذ. والله مهم، والله مهم يا عبد العزيز. يعني يا شباب درسنا اليوم وحضرتنا اليوم كنت أقول أربع مسائل خمس مسائل في الاختبار. لازم تفهم الدالة العكسية. لازم تفهم معدل التغير، لازم تفهم الدالة المتزايدة والمتناقصة، لازم تجيب القيم القصوى. كل هذا عندنا يا شباب. أول خطوة زي ما عبد العزيز بيقول لكم خلوها واي، واي بيساوي نفس الشيء. كمل يا بطل. نشيل الجذر بالتربيع. أشيل الجذر بالتربيع، أكتب بس كده عشان إيه يبقى مسجل في المحاضرة. بالتربيع أربح الطرفين عشان أشيل الجذر يبقى واي تربيع هتساوي إكس ناقص 4. كمل يا بطل. الحين ننقل السالب 4 للطرف الثاني. يبقى y تربيع ناقص 4 تساوي x. ونستبدل x بال f. ايوه دي بقى اسمها الدالة العكسية. يبقى f ناقص 1 هيساوي نفس المقدار ده بس شيل ال y وخليها x. تبقى x تربيع ناقص 4. ايه رأيكم ناخده كمان مسألة؟ كمان مسألة. السؤال رقم ايه؟ 7. يا سلام هذا سؤال مهم، هذا سؤال حفظ، هذا ينحفظ واكيد بينحفظ ليه انتوا عارفين. كل واحد يجرب في الورق عنده ويرجع لنا. كل واحد يجرب الورق عنده ويرجع لنا يا شباب. شباب التدريب من غير هذا الكتاب بصراحة غير مجدي. التدريب بالكتاب مش تحفز، لأن الكتاب هذا أنا اللي مألفه ولا شيء، بس أنا عارف الكتاب فيه إيه. أنا عارف إن الكتاب فيه كل التجميعات، فعشان كده أنا بقول ما يصلح إن إحنا نحل واجباتنا ونذاكر هذه الأشياء إلا مرة ثانية من الكتاب. أتمنى يكون كلامي مفهوم وواضح، ليس دعاية الكتاب ولا شيء،
ولكن هذا الكتاب يستحق، والناس اللي معهم الكتاب يعرفوا قيمته، يعرفوا ان في مسائل وتجميعات وشرح كيف. خلص الوقت، اسمع الدكتور مين اللي رفع يده، مين اللي رفع يده؟ بس ابي اسماء جديده يا شباب، ما شاء الله معانا مجموعه كبيره ما شاء الله. طيب قول لي يا حمزه، حمزه اف اكس اذا كانت اف اوف اكس تساوي 2 اكس ناقص 5 تمام، فان الداله العكسيه لاكس تساوي اولا. بص يا حمزه قبل ما تحل، انا هحل على الورق هنا عشان اعيش جو قياس بالضبط، ما هجيب لك صفحه بيضه، انا اخربط هنا، لان واحد يقول لي استاذ انت بتحل في ورقه بيضه، طب ما القياس ما بيعطينا ورق ابيض، هنحل على الورقه هنا واعرفكم ان المكان هنا يكفي ان شاء الله. اتفضل يا بطل. اول شيء نبدل f of x by تصير y تساوي 2 x ناقص 5. اشكرك، دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه ننقل 5 ونقسم على 2. بطل ما شاء الله عليك. الخطوه الثانيه ان الخمسه دي اوديها مع الواي، تروح بشاره مخالفه، يبقى واي زائد 5 تساوي 2 اكس. الخطوه اللي بعدها ان انا اقسم على الاثنين هذه، ليش على الاثنين؟ عشان عايز اكس لحالها، اقسم على الاثنين عشان اوخر الاثنين مع الاثنين، يبقى هنا الاكس هتساوي واي زائد 5 على 2. الاكس هذه يا شباب هي الداله العكسيه، خلاص يبقى جوابي x زائد 5 لما بدل ال y بالx على 2. تختار ايه يا بطل؟ ألف. اختار ألف الجواب الصحيح. تمام؟ كده يا شباب بطريقة سهلة جبنا الدالة العكسية. تعالى نعطيكم مثال الدالة العكسية على الشاشة الآن. طب ليش؟ حلوا لي 9 لحالكم عشان 8 واجب. حلوا لي 9 واكتبوا لي على الشات الإجابة، ألف باء جيم دال. اتفضلوا. بيقول الدالة العكسية لهذه الدالة هي، ما أقول طبعاً، هسيب لكم تكتبوا على الشات. بعد ما تخلصوا حل. أتمنى أحد يفتح لي المايك ويرفع لي يده عشان أفتح له المايك ويساعدني في الحل. خلص الوقت، اكتبوا لنا على الشات. يلا يا سارة، يلا يا محمد، محمد عبد العزيز، يلا يا صالح. وغيداء، غيداء انت، غيداء تحلي معايا السؤال هذا؟ شباب حتى لو ما تعرف تحل يا شباب، مشي معايا خطوة خطوة، تعليم كده انك تمشي خطوة خطوة مع الحل. اللي حسابه الايباد فتحت له المايك يقدر يحل معي؟ طيب هفتح لك المايك تاني. حاضر حاضر يا غيداء. غيداء الحين فتح المايك صح؟ تمام يلا. طيب بالنسبة بس عشان المايكات فيها مشاكل لبعض الطلاب، أنا هحل السؤال وأنتوا تساعدوني. خليني أجيب كده. تمام هنا، تمام
شباب المايكات مفتوحة كده عندكم كلكم كده صح؟ غيداء كل الشباب عندهم المايكات مفتوحة. طيب خلينا نشرح السؤال بسرعة عشان الوقت. تمام. طيب هنا يا شباب في السؤال بيقول الدالة العكسية لهذه الدالة هي، أنا أول خطوة أشيل f of x أخليها y، يبقى y هيساوي 18 ناقص 3x، دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أودي هنا على هنا بقى هتجيب لي السالب عادي، ممكن أودي ديت الجهة الثانية أو دي الجهة الثانية كما تحب. أودي مين الجهة الثانية؟ أودي ال 18 مع ال y، يبقى هنا y ناقص 18 هتساوي سالب 3x، أقسم على سالب 3، أقسم هذه على سالب 3 وهذه على سالب 3 عشان أوخر هذه مع هذه، يعني قيمة الإكس ده دي الدالة العكسية اللي عندي. هنا بقى في مشكلة. إيش؟ إيه المشكلة هنا يا شباب؟ إيه المشكلة هنا؟ إن الدالة هنا محتاجة تتبسط، واي ناقص 18 على مين؟ على سالب 3. تعال نقسم يلا، هذا يعتبر مقام موحد، يبقى y على سالب 3 وأقسم سالب 18 على سالب 3 يعطينا 6، يبقى جوابي y على 3 بالسالب زائد 6. الخطوة الأخيرة يا شباب هذه اللي هي قيمة الx، ده بعملها دالة عكسية، يعني دي f minus 1 of x الدالة العكسية هتساوي هذا المقدار، بس أشيل الواي وأخليها إكس. طبعا أكيد مش ألف ولا باء ولا جيم، واضح إن دال الجواب الصحيح. تمام يا شباب، أتمنى إن شاء الله تشوفوا الفيديو وتعرفوا كيف طريقة الحل، ولو في أي مشكلة ممكن نلتقي فيها إن شاء الله ونحلها في الحصة القادمة. قبل ما أنهي المحاضرة الواجب، الواجب يا شباب، طبعا قلنا في هذه الصفحة في صفحة 25 أخذنا 5، أخذنا 3 و4 و8، والصفحة اللي قبلها اللي كانت صفحة 23 ممكن ناخد مجموعة من الأسئلة في الواجبات 5 و6 و7، بيتكلم على فترات التزايد وفترات التناقص، سؤال في الاختبار، هذا سؤال ثاني سؤال في اختبار النهائي بهذا الشكل، طبعا سؤال مهم جدا على الاتصال والنهايات يأتي في الاختبار، حددنا فيه السؤال رقم 5 والسؤال رقم 6 والسؤال رقم 7. شباب موعدنا ثابتة يوم السبت ويوم الأربعاء، وإن شاء الله مع قرب الاختبار وأيام الاختبار بنزود عدد الحصص. تمام، أشكركم جدا، لا تنسوا تحلوا الواجبات ونلقاكم على خير في الحصة القادمة. شكرا والسلام عليكم.